السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عائلة الجميلة، مشكلة الهالات السوداء، مئات الآلاف من الرسائل بتقول لي يا دكتور في هالات سوداء في الوجه. يعني من أجمل الحاجات اللي تبان عليها نتيجة صحتك، نتيجة نظامك الغذائي، نتيجة حاجات كتيرة قوي، إن وجهك يبقى صحيح، مفيش هالات سوداء، مفيش حب شباب، مفيش تجاعيد، شعرك مش بيقع. دي من أهم الحاجات اللي احنا عاوزينها كنتيجة للي احنا بنقوله في جميع الحلقات. ادخل في الموضوع، ابتدي الحلقة. أنا كريم علي، نتقابل بعد الفاصل. الهالات السوداء، يلا بينا. اهلا بيكم. الهالات السوداء دي عبارة عن هيموجلوبين اتكسر في طبقة الجلد الرقيقة اللي تحت العين، فعملت يعني ترسبات لونها اسود خلف طبقة الجلد دي، فبانت الهالات السوداء. نمنع اسباب الهالات السوداء وهي تروح، تقول لي كريمات، تقول لي حاجات من بره من غير ما نصلح اللي جوه، يبقى انت مش من مدرسة فكر تاني، انت من مدرسة ابو بلوزة. عشان امنع سمية والتهابات جسمي، اول حاجة لازم امنع السكريات. مجرد منعك السكريات والحلويات وتقليل الالتهابات، ده بيقلل الاكسدة، فيحسن الاوعية الدموية فما تتكسرش وتطلع لك الهيموجلوبين. واحد. تاني حاجة، الزيوت المكررة، الحاجات المحمرة، الفراخ المحمرة، زيت الكانولا، زيت الذرة، زيت الحاجات المحمرات دي كلها بتخلي الأوعية الدموية ضعيفة، لأن الأوعية الدموية عايزة دهون مفيدة عشان تبقى إلاستيك، يعني تبقى كده طرية وفليكسبل. إنما لو أنت اديتها دهون غير صحية فبتبقى ناشفة فبتتكسر بسهولة. أنا مش هدخل في العلم كتير، هقول لكم الخلاصة. عايزين يا دكتور نجوز البنات، ماشي؟ يبقى الزيوت المكررة، السكريات، الألبان. مش هعرف اعدي، مش هعرف سامحوني لازم اقول. الالبان بتزود المخاط، والمخاط لما يزيد في جسمك التنفس ما يبقاش كويس، فالاكسجين يقل، فالاوعيه الدمويه برضو تتكسر بسهوله، وبرضو يحصل لك مشاكل هنا، ولو عندك جيوب انفيه برضو الحتتين دول هيسودوا، لان الالبان بتعمل مخاط فبيسد المسارات الليمفاويه. اي حد عاوز يحافظ على مسارات الليمفاويه وما يبقاش عنده مخاط كتير لازم يبطل الالبان. يبقى سكريات وزيوت مكرره والبان، امنعهم تماما، دي اول حاجه. تاني حاجه، لا، من تاني ل 500 لرقم 500، النوم. النوم هو وقت تجديد جسمك، النوم هو وقت اللي بتعمل فيه كولاجين، جسمك بشرتك تبقى مشدوده، اعصابك تبقى هاديه، اوعيتك الدمويه تبقى قويه، فيتامين سي يشتغل اكتر في الجسم، جسمك ينظف نفسه، ومضادات الاكسده تزيد وقت النوم. عشان كده الناس اللي بتسهر كتير دايما دي تبقى اسود وملهاش حل، لازم تنام نوم عميق محترم من الساعة 10 للساعة 5 على الأقل، ده وقت تنظيف الجسم. يبقى أول حاجة من على التهابات، تاني حاجة النوم، ثم النوم، ثم النوم. تالت حاجة الكبد، كبدك لو ضعيف، كبدك لو مش شغال 100 100، الحتتين دول يبقوا هيموجلوبينك ضعيف، اوعيتك الدمويه تبقى ضعيفه، دوره البروتينات والدهون ما تبقاش كويسه، فيحصل لك الهالات السوداء. اعمل ايه يا دكتور عشان اريح الكبد؟ هحط لكم حلقه الكبد ازاي تحافظ عليه، ولكن الخلاصه انك تنام بدري، تاكل دهون مفيده، انك تاخد املاح المراره لو انت شايل المراره او الهضم بتاعك مش كويس، تاخد ميلك ثسل اللي هو حليب الشوك او التوتكا لمده 3 شهور، بتعيد احياء خلايا الكبد من جديد، وكلنا كلنا بلا استثناء كبدنا شغال 24 ساعة من السموم اللي احنا عايشين فيها. يبقى تصليح الكبد يأثر كتير قوي يودي الهالات السود. حاجة اللي بعد كده، الحركة، الحركة بركة يا أولاد. لما تعمل حركة الغدد الليمفاوية والجهاز الليمفاوي يشتغل، لما تعمل حركة جسمك يبقى الدورة الدموية أحسن، لما تعمل حركة الأكسجين يروح لكل أماكن جسمك أكتر، لما تعمل حركة الغدة الكظرية تتنشط فيبقى جسمك نشيط والاسترس يقل. يبقى ربنا خلقنا مش عشان نقعد قدام الكمبيوتر بال 12 ساعة وبعدين تقول يا دكتور الهالات السوداء أعمل فيها إيه؟ حضرتك قوم اتحرك، قوم اتمشى، اتمشى نص ساعة في اليوم أو روح جيم أو العب رياضة، الحركة مهمة جدا عشان تودي الهالات السوداء. الحاجة اللي بعد كده الكولاجين، الكولاجين هو اللي بيشد لك الأوعية الدموية تبقى مشدودة وحلوة وجميلة، الكولاجين اللي بيشد لك جلدك، الكولاجين اللي بيقوي مناطق الجلد الضعيف، يمنع الرينكلز اللي هنا أو علامات العجز، ويمنع الهالات السوداء. الكولاجين ناخده في شوربة عظم البقر، ناكل منتجات بحرية كتير، أو ناخد الكولاجين. إيه اللي إحنا قلناه في الحلقات اللي فاتت الكولاجين محتاجه عشان يشتغل 100%؟ سوبر مفتاح البريفكس. ايه؟
اكتبوا لي تحت حاجتين، قلت حاجتين ايه؟ ايوه فيتامين سي، برافو عليك، هتتجوزي اول واحده. تاني حاجه فيتامين سي يشغله كويس قوي، لسه حلقه قريبه قوي. فيتامين ايه اللي بيخلي الكولاجين شادد قوي ويخليك مفاصلك كويسه وعظمك قوي وجلدك جميل؟ كاف 2. يبقى فيتامين كاف 2 اللي بناخده مع فيتامين د وفيتامين سي لا غنى عنهم لو انت عاوز كولاجين جسمك او جسمك مشدوده او ما يبقاش فيها لت سودا او ما يحصلش علامات عجز. الحاجه اللي بعد كده، امنع اسباب الانيميا وعالجها. لو انت عندك انيميا، الطفل الصغير اللي عنده انيميا دايما تلاقي الحته دي سودا. الانيميا بتيجي من ايه؟ ما بتاكلش لحوم محترمه، حمض، حط لك حلقه الانيميا. لو انت حمض معدتك مش قوي ما بيهضمش الحديد، لو انت ما عندكش فيتامين سي، لان فيتامين سي مهم قوي لامتصاص الحديد، ما بتاكلش اسماك، ما بتاكلش كبده بقري، ما بتاخدش سبيرولينا. الناس النباتيين السبيرولينا وعصير البنجر والعسل الاسود وعشبه القمح، دول يزودوا يمنعوا عنكم الانيميا لو انتوا ما بتاكلوش لحوم زينا وغرقانين في اللحوم ليل نهار، تمام؟ يبقى امنع الانيميا، احد اهم اسباب منع الهالات السوداء. يبقى نمنا بدري، خدنا فيتاميناتنا المهمه، خدنا معادننا، ده 80%. ال20% بقى ايه؟ نحطه من بره يساعدنا بسرعه ان الهالات السوداء تختفي. حاجتين طبيعيين موجودين في كل حته. اول حاجه الافوكادو. هو حضرتك بناكل الافوكادو لما هنحطه على وشنا هنسيبك ونمشي؟ والله هو ده اللي عندي بقى. الافوكادو فيه فيتامين كاف بيقوي الاوعيه الدمويه ويحسن الدمويه، في كاف واحد مش كاف 2، وفي فيتامين سي وفي دهون مفيده. فالحاجه اللي فيها دهون مفيده ترطب البشره، فيتامين كاف يقوي الاوعيه، الفيتامين سي اللي فيه يقوي الكولاجين. فانت يعني وانت بتاكل الافوكادو اقطع ربعها كده وحط عليها معلقه عسل مثلا خفيفه وحطها او حطيها على الهالات السوداء لغايه مثلا لغايه ما تنشف، سيبها ربع ساعه نص ساعه مرتين ثلاثه في الاسبوع، لها تاثير رائع. الحاجة اللي بعد كده، حط لكم حلقة أنا تركت القهوة ولماذا تركت القهوة. القهوة هنا هنستخدمها صح. القهوة ده درج، القهوة دي شيء منشط ما ينفعش ناخده كل يوم، ولكن نستخدمه استخدامات دوائية. زيت القهوة، زيت القهوة ده عبارة عن مضادات أكسدة من أعلى حاجة في الحياة، مضادات أكسدة، بينشط الدورة الدموية وفي فيتامينات ومعادن جميله جدا كعلاج وليس كشرب كل يوم. انتوا الناس عارفين رايي. قلت فين يا عائله فكر تاني القهوه تعمل ايه قبل كده؟ ذكرته في حلقه قديمه، مسحوق القهوه مع زبده جوز الهند لو انت حطيتها على ايه تحسنه. ايه؟ زمان، من سنه او سنه ونص. ايه؟ مين مذاكر الحلقات القديمه؟ السيلوليت، الله يكرمكم. سيلوليت الجلد اللي تحت البطن، اللي في الفخذ، اللي في الرجل، لما تحط عليه زبده جوز هند مع وتطحن قهوه وتعمل تدليك للمكان ده، بيحسن السيلوليت بشكل كبير. النهارده حاجه تانية، زيت القهوه ليه فوائد. على فكره معظم مستحضرات الجلد فيها قهوه، وحاجات تكثيف الشعر في ماركه المانيه مش فاكر اسمها بالظبط، بس معروفه قوي، البتشينا او حاجه كده اللي هي ميد ان جيرماني، خلاصه القهوه لزياده وتطويل الشعر. النهارده اتكلم على زيت القهوه في حاجه واحده، تحت العين. رائع لتحت العين، مضادات الأكسدة اللي فيه والمعادن اللي فيه وتحسين الدورة الدموية اللي فيه بيودي. أنا خلي بالكم هعيد تاني، معلش بقى استحملوني، ده أنا بتكلم على 20%. ما صلحتش أنميتك ونمت وكبدك سليم وبطلت سكر وألبان وزيوت مكررة واتمشيت وعملت رياضة، ده مش هيعمل حاجة لو بلعت وبلع. اللهم قد بلغت. ده خلاص عملنا كل حاجة، خلاص أنا بقى في الخلاصه بدفنش، الديفينيشن بتاعي زيت القهوه، هي حتى ريحته جميله. تخلي بالكو مش يودي الهالات السوداء بس، ده بيزود الكولاجين في المكان ويحسن الهايدريشن ويحسن الميه، يخلي جلدك طري، جلدك طري. احسن حاجه تحطيه قبل النوم او تحطيه بعد ما تشيل الميك اب. حاجه تانية بزيت القهوه، هاد جوز هند مبشور او هاتي جوز هند. النهارده مش عارف الحلقه للرجاله والسيدات، اقول لكم حاجه كده في السريع جت على بالي. الحلقه دي مش المختصر المفيد، انا ضحكت عليكم، دي فكره تانية من بتاعه يوم الجمعه. احد الصالحين كان فيه غالبا الحسن البصري، حد من صحابه راح له البيت
وبيخبط على البيت فلقاه بيخضب لحيته وبيعمل شعره يعني زي بينظم نفسه. قال له انت اتتجمل؟ فقال له اني اتجمل لامرأتي كما تتجمل هي لي. فالحلقة دي للرجالة والستات، مش معنى ان احنا رجالة نبقى مكرمشين وشعرنا واقع ومناخيرنا جاية على الشمال. اهتموا يا شباب فكر تاني باشكالكم، تمام؟ يبقى ده بيحسن البشرة، ممكن تعمليه على كل وشك، تعملي للهالات السوداء. اختراعي بقى الخاص، تجيبي جوز هند مبشور وتحطي القهوة وتعملي اكسفليشن، يعني تقشير للوجه، تحطي 4-5 نقط من القهوة، او تجيبي بودرة القهوة، بس بودرة القهوة اخشن على يعني تعور البشرة الحساسة، انما ده زيت، وتعمليه تقشير رائع، زبدة جوز الهند او جوز الهند المبشور، فيه دهون كتير، فيه لوريك اسيد يمنع الالتهابات، وده فيه مضادات اكسدة ويحسن البشرة ويحسن الكولاجين، تبقى بشرتك زي السيراميك. يبقى استخدمنا النهاردة الطرق الطبيعية ومنع الاسباب، وزودنا الافوكادو وزيت القهوة للبشرة. وعلى فكرة في ناس بتستخدمه للشعر، وفي ناس يعني انه بيمنع القشرة ويطول الشعر ومغذي للشعر، ولكن زيت الحشيش افضل. ما لقيتوش زيت الحشيش يبقى زيت القهوة، اهي كلها حاجات تذهب العقل والعياذ بالله. خلاص، ايه دي الحلقة؟ الهالات السوداء نتيجة لستايل حياتك، الهالات السوداء نتيجة في وشك لان انت مهتم بصحتك بدل ما عندكش تجاعيد. وهالات سوداء يبقى بتاكل صح، بتنام صح، بتلعب رياضة، فيتاميناتك كويسة، معدنك كويسة، كبدك سليم. يا رب بقى الحلقة دي ما تكونش طولت، ولا طولت ادينا عملنا دماغ قهوة. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت وله انيب. سلام عليكم. Boy.